ابطي يصير كامب. كم مرة بدي اقول لك ابو تيسير كامب؟ انا خايف، مرعوب انا يا ابو تيسير كامب، مرعوب. ليش بقى روحي مع ابو تيسير كامب؟ لا تخشى شيء. خايف اترحل والله يا ابو تيسير، خايف. لك وين بدك تترحل يا كراش؟ ما انت اساسا الماني. على المانيا الشرقيه يا ابو تيسير، ما انا الماني شرقي. شي شو طلعت من شي جد لك؟ قهلب ابن العم قهلا. فهم علي يا ابو تيسير، مشان الله فهم علي، ايش بين ممقوت؟ لك ايه بلا ممقوت بلا موقوت. شو المانيا شرقيه وغربيه؟ ما كلها بلد وحده يا زلمه، موحده من 30 سنه على الاقل. شو بقى؟ والله انت مانك عرفان شي يا ابو تيسير، مو هلا، قصدي بس يرجعوا جدار برلين. شبيك شوال؟ اي جدار تقول عنه؟ هذا بحياته ما يصير، هذه ما تكون. طيب وبركي رجعوا؟ هي اعراض البارانويا يا بخش الهم. شو هاي البرامونا؟ ولك شو برامونا شو برطمونا؟ ولك هذا باختصار وهم بصيبك وبيركب راسك، ان شاء الله يركبك عفريت، انه الكل لاحقينك والكل مستهدفينك والكل بدهم يقاسوك. هذا هو. بتعرف لك ابو تيسير، انا حاسس انه هاي جيسيكا رفيقتي اللي ساكن معها، والله حاسه بدها تقلعني من البيت لانه عقد الايجار باسمها. وليش بدها تقلعك؟ شو متخانقين شي انت وياها؟ لك صحيح، جيسيكا شرقيه ولا غربيه؟ يعني من جيجاتنا ولا من جيجاتي؟ لا غربيه. ما لنا متخانقين يعني، ما في شيء، الامور تمام بيني وبينها، بس يا اخي اللي ما بيحسب ما بيسلم. خيو حول عقد البيت على اسمك. ايه وبركي ما قبلت، وبركي قلعتني. تحكي مدوزن ولا بقلعك انا؟ طيب هي حضرتك صار لك 7 سنين بخلقتي، لا شغلة ولا عملة، ما عم نستفيد منك بشي. لا وفوقها ما بتحكي ولا كلمة ألماني، وقاعدين مقضينا يا عربي مكسر يا إنجليزي فايت ب6000 حيط. ارحمني يا شيخ. انكاسو ضيقتني خليها. لك أخي ليش بتضلك تهوش؟ لك عمي خود وعطي معي، خود وعطي. ولك شو دخلك براسي انت؟ أنا بدي ضل على أبو الجوج، ولغة ما حأتعلم يا اخي. ما عم تدخل براسي اللغه تبعكم، ما عم تدخل. لك لو جبت حيط حيطها كان تعلم لغه. شو حيط عادي ولا جدار برلين؟ لك هذول 7 سنين يا بني ادم، ولك 7 سنين. بعدين تعال اقول لك شو قصه الطيارات اللي عم تطلبهم على الانترنت وعم يجوا لعندك على السويت؟ لك كل وحده احلى من الثانيه، تقول عارضات ازياء. والله لا بقلك يا كمب. شو بخش القلب؟ علمناك الشحادة، سبقتنا على البواب، ما شاء الله صاير عم تتفرزن أكثر مني. يا مثقف. طالع لك يا ترامب. والله تحكي لي. لك يا زلمة صار عندي فضول أعرف منين عم تصيدون، شو أسماء المواقع؟ لك دلني أخوك أنا. أنت قلتها، أنا قاعد ما عم بشتغل شيء. حلو، لهالسبب طول الوقت سهران بهالليالي على هالمواقع تبع التندر واللوفو والبادو، وعم ندور طيرة ورا التانية طيرة ورا التانية، بس المال وحظ لا يتعب ويشقى. هاي المواقع مثل قلتها خورفي على الفاضي. ايوه هلأ فهمنا شيء، معناتها هدول الصبايا الطيرات الحلوين اللي عم يجوا لعندك ما عم يجوا ببلاش، هدول بمصاري، ما هيك؟ هاي برافو عنا. كيس هاللقش هاي يا رفيقي، هني موقعين شي على كيف ربك. حلو، واحد اسمه السيدات اولا والتاني اسمه المرافقة ثانية. كيفك فيها كيسي؟ بس كيف بتفوت على الموقع هاي؟ حلو، بتلاقي حالك قاعد بالبازار. يا سلام، كل طيرة وجنب سعرها. ايوه، وهنت بتتفق معها بعقليتك التفاوضية، بيكون رقم الويست قب جنب كل وحده. حلو، هند بتحكيها وبالمئة يورو الصواريخ بتفرجيها. يا إله، حلو هذا الحكي. هلأ شوف،
انا متاكد بدون ما اشوف الموقع طبعا انهم اكيد كلهم حلوين، لانه انا شفت النماذج اللي بتيجي لعندك. بس والله يعني عفوا يعني يا بتيسير، يعني 100 يورو كتير كتير، 100 يورو كتير ساعة كتير، 100 يورو من يطلب الحسناء لم يغله المهر. هيك ما بيعود في شي بنفسك، بتجربهم كله، ما بتخلي جنسية أورمبية كراجية شرق آسيوية اللي هي كل شي وقالوا شي. ايوه معناتها من هون لآخر الشهر إذا ما طبق معي شي بنت كراجية بعد هالدروس اللي أخذناها المرة الماضية، طلطيش وما طلطيش، إذا ما زبطت معنا شي كراجية خيو بدي أطلب لي وحدة من هذول. نيالك راتبك عالي، بتجيب بالشهر 4-5، ما بتتأثر لأنه ما عندك مشكلة، بينما أنا يا حصرتي بقطع من أكلي وشربي لأنه 100 يورو كل شهر بجيب وحدة. وبتعيش ب300 يا كراج، وبتقضي شهرك كلياته بيض ومعكرونه وما بعرف شو، يمكن بتاكل خبز حاف بس مشان يكفوك. لك طيب يا بني ادم، ما عندك فواتير؟ ما عندك اقساط؟ لك شلون بتقضي الشهر؟ لازم الواحد يسقسقها، اذا ما سقسقها ما بتنعاش الحياه. فهمني يا بي؟ لا، كل شيء الا تنقطع من النسوان. ماكو دفاتر. لا شكلك عم تعاني. تمام وبدنا نتسقسق على عيد معطيرة وكراج جديد، بدنا نتسقسق على عيد معطيرة وكراج جديد، شبعنا مواقع وهموم خرف دافع ومواعيد، شبعنا مواقع وهموم خرف دافع ومواعيد، يا عيوني هلقى وكاترين وكاترين وجورجت كرجت جورجين. على ألمانيا الشرقية، مو أنا ألماني شرقي. طيارة طيارة اللي بتضرب. هذه طيارات طيارات مع القطوة. حسن طالع عم بسبحها؟ طالع طالع وعم نقضيها انجليزي وعربي مكس. عندك على سويت. والله لا بقلك يا كمب. دارك دارك.